هو في الحقيقه في الفتره ديال الجائحه كانت مجموعه تحديات. كاين تحديات ديجا متعلقه بالنفسيه لانه هذه الظرفيه عطات ارهاق كبير عند الناس كاملين، لكن كذلك كان واحد نوع من تراجع في كل مستويات الاشتغال في البلاد. لكن احنا على المستوى الثقافي وخصوصا في دار الثقافه بني ملال كان عندنا واحد التحدي اننا ما نتوقفوش نهائيا طيله فتره الحجر، وفعلا صراحه كان واحد التحدي اللي كتبناه لانه اشتغلنا منذ يعني اول فتره ديال الحجر واشتغلنا بكثافه عن بعد. هذا الشغل عن بعد اللي الناس كانت واحد الوقت عندها عليه تحفظ، في حين انه هو مكسب من مكاسب المرحله. كذلك كان شغل مجدي ومهم وحقق اشعاع مهم جدا للدار الثقافه وللكفاءات اللي كانت كتشتغل هنايا. ربما هي تحديات اللي واجهتها كل المؤسسات، لكن الخصوصيه اننا اخترنا اننا ما نتوقفوش واننا ما ناجلوش اشتغالنا ما لا نهايه. بالعكس كان التعامل مع الظرف وكان تجاوب مع الظرف ومشينا يعني بشكل تدريجي، وحاليا كنحسوا باننا كنرجعوا للفاعليه السابقه وبمكتسبات جديده، وهذا شيء مهم. منذ بداية الشغل دار الثقافة كان تحدي بالنسبة لنا أننا نجعلها منارة من المنارات الثقافية ما بين المراكز الثقافية الوطنية، وهذا حقنا إلى حد ما. كان كذلك عندنا يعني تسليم بأنها مؤسسة مهمة على مستوى الجهة ورائدة على مستوى الجهة، وعلى بناء على المعطيات الدقيقة، منها أنه دار بني ملال هي مدينة تعتبر عاصمة الجهة وكذلك هي العاصمة الثقافية، فمن البديهي أن المؤسسات ديالها يكون عندها شيء من الريادة على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني. فحققنا صراحة شق مهم لهذه المسألة. كذلك تحديات التواصل على المستوى الدولي، كان عندنا مجموعة ديال الجهود اللي يجب تفعيلها أكثر، منها أنه دار الثقافة بني ملال عضو في الاتحاد الدولي لمسارح طريق الحرير اللي أسسته وزارة الثقافة بالصين، وحنا المؤسسة الوحيدة اللي عضوها فيه من المغرب، وهذا شرف كبير. ولكن الطموح الآن أننا نفعلوا هذه العضوية مع يعني الشريك الصيني وكذلك مع الأعضاء في هذه المجموعة اللي هما أعضاء من مختلف أنحاء العالم ومنهم أكبر مسارح العالم. شأن الثقافي في مدينة بني ملال كمجموعة من المناطق هو يعني كنحسوا بأنه كاين إرادة ديال الاجتهاد وديال الفعل، وهذا شيء مهم. لكن كذلك هناك واحد نوع من الارتباك اللي ناجم بالاساس على ارتباك الرؤيه العامه لتدبير الشان الثقافي على الصعيد الوطني، ثم كذلك الخصوصيه ديال المنطقه ككل مناطق، كل منطقه عندها خصوصيتها، كاين مناطق عندها خصوصيات اصعب من 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 المنطقه ديالنا ديال بني ملال. لكن هذا الطموح وهذه الرغبه في التفعيل او في الفاعليه مهمه بزاف، وهي اللي كتساعدنا بزاف، لانه حتى في شغلنا في دار الثقافه كنشتغلوا بمقاربه يعني تشاركيه مع الفاعلين المحليين والوطنيين، وكنلقاو تجاوب مهم وكنلقاو كذلك جوده في التجاوب، وهذا شيء مهم. وليا اسم المنبر وذكري بالمنبر شو سميتو. في النهاية كنتمنى أننا نتفاداو أو نخرجوا من هذا الظرف بمكتسبات كبيرة، لأنه أي حاجة كتدير لنا خسائر كبيرة كتدير لنا كذلك مكتسبات كبيرة. وكنتمنى أننا نستعدوا الفاعلية ديالنا وفاعلية أكثر. كنتمنى كذلك أنه الساكنة ديال المدينة تجاوب معنا كيف ما كانت كتجاوب أكثر، وتجاوب كذلك مع طرق الاشتغال الجديدة اللي كتجمع ما بين الحضوري وعن بعد وما إلى ذلك. وتحية